السلام عليكم أخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي واحد شوية ديال الينين بالدجاج، هذا الدجاج هو طحنتوش، الدجاج ما طحنتوش غير صلحتو شوية قطعتو، هذه البصلة، هنا القزبر والمعدنوس، الشامبينيو، الشامبينيو بحال تاهو طحنتو مع القزبر والمعدنوس والثومة، هذه البصلة. تبزيرها هي كاين الهريسة كاين التحميرة مع طرية الحوت شوية ديال قشور ديال الكرافات كاين جبير بزاف ندير معاها شوية ديال الخضرة هاهي غادي معاها شوية ديال القرعة غادي شوية ديال الفلفل أنا غادي نخلي هادشي هو اللول هاهو دابا غادي ندير الزيت ندير الصوجة الصوجة خفيفة وهاد نص حامضة هو عصرتو هو اللول دابا تقلى هادشي كلو زد دابا هاديك القرعة والفلفلة ونزيد ثلاثة ديال الفرماجات هاهوما ملي غادي يطيب هادشي غادي نزيد ثلاثة فرماجات شارية بعد ما طعمت بعد ما طيب
دابا انا غادي نعمر بريوات، ماشي بريوات، غادي نديرو غنينين، هما سريحتهم كلهم في مره. دابا التليفون عندي بابا معليش، ديك الساعه حتى على التليفون دايما نشريها كتخفى بيا هاديك السوبيرات كيسميهم. انا صوبت كلشي عقلي، غادي نشوف انتما شفتوني هاد الكليب وغادي نطوي وصافي. راه ما دهنتش بالزيت فرشت لي بيت خاطر انا في الفران. ما دهنتش في الفران خلي بكاتين تحت يتحمر مزيان ويدير ملو مزيان عاد باش نجبدهم. هما طاولو دابا Thank you.